متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، صباح الخير عليكم كاملين، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينة بن سليمان. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فصباح الخير للجميع، صباح الخير لكل متابعي قناة شوف تيفي، صباح الخير لكل متابعين الأوفياء. فبداية أسبوع موفقة إن شاء الله، ونتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فكنجد لكم ترحاب ونقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، الموضوع ديالنا اليوم هو شنو هي العقوبة السجنية اللي كيستحقوها الوحوش الآدمية اللي كيتكرفصوا على الأطفال وكيقتلوهم. متابعينا الكرام، فشنو هي العقوبة السجنية اللي كيستحقوها الوحوش الآدمية اللي كيتكرفصوا على الأطفال وكيقتلوهم؟ متابعينا الكرام، ياسين خويا صباح الخير، إكرام أختي صباح النور، الله ينورك أختي، حسن شكرا لك خويا حسن، وتحية لكل متابعينا الكرام، تحية لكل متابعي قناة شوف تيفي، كنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينة بن سليمان. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية للجميع، تحية لكل متابعينا الأوفياء، تحية لكل متابعي قناة شوف تيفي. فبداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله يا ربي. فالموضوع ديالنا هو شنو هي العقوبة السجنية اللي كيستحقوها الوحوش الأدمية اللي كيتكرفصوا على الأطفال وكيقتلوهم. متابعينا الكرام، فكما شاهدتوا معنا هذا الأسبوع الماضي بقوا جوج الحالات اليوم كبار وبزاف، الطفلة اللي من فاس اللي كيتكرفص عليها العم ديالها وأحد من الجيران ديالهم، كذلك الطفلة مريم ذات 14 سنة اللي كتسكن نواحي بالضبط بجماعة أحلاف إقليم بن سليمان، طفلة عندها 14 سنة اللي قتلها واحد الوحش آدمي بواحد طريقة وحشية ورماها بجانب الشارع حيتاش ما بغاش تلبي ليها الرغبات ديالو. متابعينا الكرام، ذلك أن الجاني كذلك هو العمر ديالو 22 سنة ومتزوج وله طفلة صغيرة. فمتابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، فشنو هي العقوبة السجنية اللي كيستحقوها الوحوش الأدمية اللي كيتكرفصوا على الأطفال وكيقتلوهم؟ فاطمة أختي الإعدام 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 أمل. نعم حفيظ، سلام سلام خويا حفيظ، تحية ليك. حسن حلمي شكرا ليك، خربوش لمياء صباح الخير، نورة شكرا ليك أختي. الحسن سلام سلام تحية ليك حفيد، الله ينورك خويا. الحنين صباح النور صباح الخير، سلام المارسيلية تحية ليك. حسن شكرا ليك. زوزو الرباطية صباح الخير من الرباط، أختك زينب من الرباط تحية ليك أختي زينب. نورة مهبول تمامها شكرا ليك. حسن خويا تحية ليك. حنين الإعلام الملأ، نعم ياسين الإعدام الله أعلم. نعم أحمد السلام عليكم أخي من الحسيمة، الإعدام أمام الملأ، نعم شكرا لك. خربوش لمياء إعدام إعدام والله، نعم صحيح. محمد صباح الخير صباح النور خويا محمد. زيدان أنا في نظر الإعدام أخي، نعم. حفيد صباح الخير. لطيفة الإعدام. زوزو الإعدام أمام الملأ، نعم صحيح. الحسن الإعدام. أنوار السلام خويا تحية ليك. محمد العين بالعين، نعم صحيح، فكما تدين تدان، فهذا هو الواقع صراحة. نزه الإعدام. منصف سلام خويا، سلام خويا منصف تحية ليك. سميرة سلام. رشيد صباح الخير صباح النور خويا رشيد. فمتابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينة بن سليمان. الموضوع ديالنا هو شنو هي العقوبة السجنية اللي كيستحقوها الوحوش الآدمية اللي كيتكرفصوا على الأطفال وكيقتلوهم. متابعينا الكرام، إكرام خويا أنا بنت بن سليمان ولينا خايفين على خوتنا، نعم صحيح.
فكما سمعنا كاملين وعرفنا كاملين، واحد طفلة عندها 14 سنة كتقرا في المستوى الثالثة إعدادي، طفلة هي صغيرة عند الأب والأم ديالها، في الحالة ديال الأب والأم ديالها حالة فقيرة، فإذا به كيتعرض السبيل ديالها واحد المجرم أو نقدر نسميه بسفاح، فكيحاول يتكرفص عليها، ملي كتبغي تدافع على الشرف ديالها كيهز الموس وكيطعنها جوج طعنات على مستوى القلب ديالها، فخلاها مرمية بجانب الشارع ولاد بالفرار، فالحمد لله تم القبض عليه. فشنو هي العقوبة السجنية اللي كيستحقوها بحال هاد الوحوش الآدمية اللي كيتكرفصوا على الأطفال وكيقتلهم؟ صراحة خاصو يعطيوه قتلوه. نعم علي، السؤال مطروح خطأ، والسؤال هو ما هي أسباب جفش القتل وسفك الدماء والاغتصابات في المجتمع، وما هي السبل لحد انتشار القتل؟ نعم خويا عبدو، تحية ليك، شكرا ليك. فحفيد خويا كإعدام ميلود، تحياتي لك من سوق الطوابة، بدون نقاش الإعدام. نعم إكرام الإعدام، فاطمة الإعدام قليل. نعم منصف الإعدام. نعم خويا شهيد خويا يقول الإعدام، نورا يقول الإعدام، أبو محمد أنا متفق على الإعدام أما الملاء. نعم فاطمة الخطابي خويا خاصنا نحاربوا بائع المخدرات وقلقوا بهما، السبب في هذه المصائب. نعم يوسف خويا السلام عليكم، السلام خويا عمر كيقول بغيتو تذبح بحال الحولي. نعم خويا عمر تحية ليك. حسن الإعدام، قاسمي صباح الخير، صباح النور، إكرام تحية ليك اختي، نورا شكرا ليك اختي، شهيد الإعدام، عزيز عزوزي السلام صباح الخير صباح النور، يوسف مستنير، وموضوع الزيت ان شاء الله غنخدموا موضوع ديال الزيت هاد الايام. رودري الاعدام، جمال صباح الخير صباح النور، نور اختي ما عندنا ما نديرو صراحه، فاحنا فقط نطالب العداله باقصى العقوبات من بينها تطبيق حكم الاعدام باش نقدروا نحمي وليداتنا ولزز علينا في هادشي ولا كيخلعوا بزاف، ولا واحد بنت خارجه من المدرسه وغادا متجهه للدار ديالهم فكلشي اسمع عادي، سفاح الكاره، بنت خارجه من القسم ديالها وغادا للدار ديالهم، الدار ديالهم مكتوب على المدرسه بواحد جوج كيلومتر، غادا في شارع رئيسي، طريق رئيسيه كتربط بين كتدخل مباشره للكاره واحلاف، ومن احلاف كتدخل المليله بالزيمان، فجوج كيلومتر على الدار ديال البنيه، جاي البنت في الطريق كيتعرض ليها كيبغي تكرفص عليها، مني ما كتبغيش ليه كيهز موس كيطحن جوج طعانات، عندها 14 سنة. فصراحة وجب تطبيق أقصى العقوبات باش نقدروا باش يكون عبرة، يكون عبرة لكل الناس الآخرين المتابعين الكرام. حفيد خويا فاطمة الإعدام بكل بساطة باش ما يتكررش، حيت هاد الشيء بزاف غادي يتكرر. نعم صباح الخير فاطمة المستعد، تحية ليك. محمد قالك هدر حضر في الجنازة ومشى العشاء. نعم نعم خويا محمد، فحنا هما اللي كنا حاضرين على داكشي كامل، فالمجرم لدرجه كبيره وبزاف، انه يوم كنا غندفنوا الضحيه اللي هي مريم 14 سنه، في الدفن ديالها حضر معانا، في الجنازه كامله حضر معانا، لدرجه في العشاء البنيه حضر معانا وكلا معانا. صراحه هذول كيقول لك قتل الميت وشي في جنازته، هو هذاك صراحه شي خطير وبزاف. بنية عندها 14 سنة عباد الله، مازال صغيرة، مازال عندها بزاف الأماني، وبين الكلمات اللي نحنا صورنا مع الأب ديال الأم ديالها، أي واحد الكلمة كتعاودها بزاف الأم ديالها، الأم ديالها مديرة ربعة العمليات على مستوى المعدة ديالها، ربعة العمليات دايرة، كتقول ماما غنولي طبيبة ونداويك أنا، ماما إن شاء الله غنغير لكم هادشي كامل اللي عندكم، فهي الأم ديالها، واحد الكلمة أخرى قالتها ومأثرات فينا لحد الساعة. قالت ليها بالضبط، قالت لها ماما انا مفتخره بكم، واخا ما عنديش، واخا ما عندناش حنايا كعائله فقيره ما عندناش، ولكن مفتخره بكم حيتاش كناكلوها حلال صراحه، اقسم بالله العظيم الاسبوع هذا صعيب بزاف، فالحمد لله على كل حال
فالحمد لله، ففقط يجب الحفاظ على أبنائنا، فكل شيء يخاف على وليداته. فكنتمنى العلي القادر أنه هذا يكون عبرة لكل الناس، وبقينا شي حكم قاسي باش حتى كل شيء ولا كيخاف، كل شيء ولا كيخاف. حافظ خويا يوسف مونت مستنير، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها في جناتي ويلهم أهلها الصبر والسلوان إلى أن يرجعون. نعم مصيف بالنسبة لي الإعدام. نعم خويا مصيف. كذلك مصطفى أبو أدم يزوج فيه القتل بالإعدام. نعم سامية اليوسفي خاص الإعدام أخويا أمام الجميع. نعم كمال غالبا تيكون أمراض نفسية وتكون مرة شي مشكل داز منه عواقب تكون نتائج ديال اللي حفظ هكا وعقوبته الإعدام صمت. أخويا كمال بيني وبينك واش هذا عنده مشكل نفسي ومريض كما كنقولوا، ومزوج ولد بنية عنده 7 شهور وخدام، واخا حاجة أخرى نقدر نقولوا أنه قتلها بدافع قرقوبي، كان مقرقب، كان مخدر، كان شي حاجة ياك. حاجة أخرى، علاش في إعادة تمثيل الجريمة عاقل على كل شيء؟ كيفاش قتلها؟ فين خبى الموس؟ كل شيء. واش اللي مقرقب يعقل على هذا الشيء كامل؟ واش اللي واكل مخدر يعقل على هذا الشيء كامل؟ فصراحة الله يهدي الجميع وصافي. محمد زيد خويا العين بالعين. نعم خويا العقاوي السلام محمد. نعم علي لا تحرم الإعدام ممنوع في المغرب، تشجيع على الجريمة من المستفيد على الوضع المزري. محمد خويا نعم الإعدام بدون نقاش. نعم زورا تحية ليك. لولا أولا إعدام مسؤولين خونا اللصوص وإعدام مجرمين المغتصبين للقتلة. نعم كما دار ليه ديروا ليه. نعم اختي إكرام أنوار البحراوي كارونت عائشة العلاوي خاص الإعدام باش يبقى عبرة للآخرين. نعم محمد أميغو الإعدام جنات الإعدام. حسن صباح الخير من هوارة تحية لك خويا حسن. أمينة الإعدام. أمال بن ملا الإعدام. جميلة الإعدام اختي. سميرة الإعدام. إبراهيم الإعدام. جنات الإعدام. حفيد خويا الإعدام. شكرا لك سميرة كنطالبوا الإعدام. نورة كذلك. نوال مدى الحياة. نعم الإعدام مدى الحياة. أم عادل ما هي سبب في تنزل في سلاح أبيض؟ ما فهمتش أم عادل عاودي طرحي السؤال. حسن فكل صراحة كل صراحة مريض زوزو رباطية ويصح ونجاوبك. السبب أولا الأمراض، ثاني حاجة المخدرات، ثالث حاجة السحر. بالنسبة الحل في المغرب لا يوجد. حافظ خويا الإعدام. مصطفى وادم الإعدام. يوسف السؤال مطروح أخويا اللي سمعت أنه كان حاضر في الجنازة وكلكسو وكون عرفوه كون كالو عليه كلكسو هذاك النهار. نعم فحنا كنا حاضرين يوم الجنازة وكنا حاضرين في الليل كذلك وكان معانا والحمد لله أنه ما عرفناش، كنا عرفنا كون حاجة أخرى صراحة، مع أننا نحنا فقط مشينا باش ننقلوا الخبر كما هو، مشينا باش نوصلوا الخبر كما هو، مشينا باش نوضعوا لكم حاجة بحاجة باش تعيشوا معنا وتعرفوا الواقع ديالنا كيفاش داير، تعرفوا الواقع المغربي كيفاش داير. فواحش آدمي عباد الله عنده 22 سنة بغيت كافس على بنت عطارت السبيل ديالها في الطريق خارجة من المدرسة لابسة الطابلية ديالها، بغي اغتصب ما بغاتش ليه ضربها جوج طاحنات بالسلاح الأبيض. ف طلبوا الهداية جنات. نعم خطابي علاش الدولة ما ديرش النقل المدرسي في بوادي لأن الوقت ولا تخلع. نعم زكريا الإعدام. محمد كيفاش داروا عام أمان باللي عرفوا المجرم؟ ما فهمتش خويا. خطابي فاطمة فالله يرحمها ويجعل متواها الجنة ويرزق والديها الصبر. نعم صحيح حبيبي أمي يا رب سلام الله يأخذ الحق يا ربي أمين. ابتسام ما بغيناش السجن ديالو بغينا ليه الإعدام. نعم حافظ خويا الإعدام. الحسن كيقول 80 سنة. مصطفى هي في الجنة إن شاء الله وللمجرم الإعدام. نعم صحيح جنات الله يأخذ فيه الحق هذاك الشيء اللي داروا البنت واش يديروا ليه. نعم محمد تحياتي
كتقرا التعاليق وكتحترم اراء الناس. نعم خويا محمد، فاي تعليق كنقراه وكنحاول نناقشه مع الناس على قد المستطاع ديالي وقد المعرفه ديالي. حليمه، الى ما تبقاش الاعدام كل نهار نسمعوا جريمه. نعم مهند، سلام خويا منير، تحيه لي خويا منير، سبب هادشي قله التربيه والقرقوبي. نعم فاطمه اختي، مهند الله يشافيك. سميره، الاعدام هادشي اثر على الاطفال صغار، حرموهم من الطفوله ديالهم. اطفال مابقاو كيقدروا يلعبوا لا والو. بنت اختي في عمرها 7 سنين بقات كتخاف من كتكون في المدرسه، بقات كتخاف من الاستاذ ديالها، من كيضرب دراري كيسحب لها حتى هو يضربهم. عينا نشروها والو، راه هادشي اثر على المجتمع. حرام حرام، بغينا اعدام. نعم خويا حفيد، وجب الاعدام. محمد زياد، الاعدام ام ملك، الاعدام اكرام. يا ربي تكون من اهل الجنه يا ربي، فان شاء الله فهي من اهل الجنه، حيت الطفله مازال صغيره، باقا ما دارت حتى شي حاجه، عندها 14 سنه و... الى شتي الراي لوالديها، فصراحه عائله فقيره، الله كيتقاتل مع الوقت كما كنقولوا. فكانت الامنيه لوالديها انهم كيترجوا فيها من حاجه، والديها كيترجوا فيها من حاجه. الام ديالها دايره 4 عمليات على مستوى المعده ديالها. البنت ديالها قالت ماما انا غنعوض لك كل شيء، ماما انا غنكبر ونولي طبيبه وانا نداويك ماما. فهذه اثرت علينا وبزاف، ما قدرناش نساوها. نعد الام ديال الطفله مريم. اذا مسؤولين ومتهيئين في القرقوب المستشفيين في نعم صحيح. ام مالك، الاعدام. مصطفى، الاعدام. الحسن، الاعدام. فاتحه، الاعدام. زوزو، اللي مقرقب ماشي كيفقد الوعي، انما كيكون عنده كل شيء عادي وسهل. نعم اكرام، الاعدام. عبدو، نعم. سميره، نعم. كنحترموا الصحفيين ديال القناه شوف تي في اينما كانوا، الصحافه المعترف بها في المغرب، الاعدام لمثل هؤلاء المجرمون. نعم خويا نجيب، تحيه ليك. محمد، الاعدام. مصطفى، الاعدام. خديجه، السلام عليكم. الاعدام باش يكون عبره لكل واحد، والله ديما خلق يا ربي اي شيء كنتمناه. حفيد، الاعدام. الاعدام نعم، سبب هادشي قله الترابي القرقوبي. قرقوبي حلال بيعوه في البلاد وكلامك صحيح. نعم تصليب وتقطيع اليدين والرجلين. نعم خويا عثمان، ما هو السبب؟ انها المخدرات. نعم خويا الضحاوي، لطيفه. اش تقول على ولدي اللي تقتل ورموه في الشانطي وباقي ما بانش حقه؟ الشاهد اعترف من بعد انكر. اختي لطيفه، اش من مدينه؟ اختي لطيفه اش من مدينه؟ حفيد، وقال نعم. الاعدام، ياسين خويا. مصطفى، الاعدام. ملك، الله يرحمها يا ربي، هادشي اللي كنتمناو. اعدام ماشي غير جيو اعدام، راه كاين قوانين. نعم ام ملك، الاعدام. نعيمه، الله يرحمها مسكينه يا ربي امين. مارينا، الاعدام. ملك، الاعدام. يوسف منتصر، ما خرجاتش الزوجه ديالو بشي تصريح، ضروري كاين شي حاجه فيه ماشي هي هذيك. نعم خويا يوسف، فالام ديالو صورنا معها قبل ما يتعتقل، الابن كذلك، الجد ديالو والجده ديالو، بينما الاب ديالو مره ما خرجش الصريح، الاب ديالو كان بعيد وان عنده بيناتهم مشاكل عائليه، كذلك الزوجه ديالو ما قدرناش نوصلوا ليها. فاطمه، علاش ما يكونش النقل المدرسي العقوبه قاسيه الاعدام امام الملأ؟ نعم كيفاش بوليس يلقاو المجرم؟ كيفاش داروا يلقاو المجرم؟ نعم محمد خويا. مريم من الصويره، صباح النور وجل المبشور، نتمنى صرخه الامهات توصل للقضاة. نعم صحيح. ابتسام، على الدولة تزويد المدارس بالنقل المدرسي والأمن. نعم آية، الإعدام. أم ملك، الإعدام. رشيدة، الإعدام ضروري. زعما إلا قلنا نحن سيطبق، عايشين منسينكم في البلاد، البلاد قتلوا ولادنا، قتلوا بناتنا، قتلوا رجولتنا، قتلوا نفسنا، قتلوا مروءتنا، حتى لعند الله والمحاسبة. ياسين، وجد ياك الدولة الإسلامية. نعم صحيح. ملك،
تحياتي ليك ابتسام، تحياتي لك اخي، شكرا لك ملاك لطيف الاعدام عزيز خويا. الاعدام والعقوبات القاسيه لمن سهولت له نفسه ان يحمل سلاح ابيض. نعم هيبه هذا خاص الاعدام. نعم اختي عبد الله، الاعدام اوسي المؤبد افضل من الاعدام باش يتعذب، لانه لا تعذبت هنا ملاك، ولكم في القصاص حياته. عثمان قال الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض وان يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من في الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. فيا ربي امين. هبه هذا خاص المشنقه. مريم نتمنى المراقبه للحدود. نعم كمال يجيو استفسارو واستجوابو ديالو علاش دار هادشي باش نعرفوا السبب اللي جعله وصل لهذا الحد اللي ما فيه شي حاجه اخرى هي الاعدام ديالو، ونشدو منه عبره باش مابقيش تعاود هادشي. ملك الرجوع للشريعه الاسلاميه وكفى. حفيده خاصك شي صحفي ينتقل اقوال نتاعك. نعم صحيح خويا محمد، داكشي علاش تواصلت معها وقلت لها اش من مدينه فما جاوبتنيش، فتعطينا فقط المدينه ديالها فين ما كانت في المغرب. ان شاء الله عندنا اللي كيف في المغرب كامل تواصل مع واحد ونحاولوا نعرفوا اشنو واقع بالضبط ان شاء الله يكون خير. فاتي الله يرحمها ويصبر موتها مسكين. نعم حفيد تحيه ليك. طالب سلام الحمد لله ماتت من اجل شرفها، هي مطور الجنه والمجرم الاعدام ومصيره مع الله معروف. نعم صباح النور خويا. الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام، وبغينا تطبيق ضروري. هبه الله ياخذ الحق كفاره قريش. نعم خويا حميد ياسين وجده ايوا علاش ما يقتلوش من الدوله الاسلاميه كتقول كلشي ديال الله. الاعدام لا أمة إن هذا منكر، هذا يتعذب. نعم في الجنة فردوس الأعلى خاصه 80 عام، هذا خاصهم يدخلوه الفران. خديجة نعم ملك أحس نفسي مريضة بالاكتئاب جراء العبث بعباد الله. هبة سلام خويا عنده مرته وضيع بنت مسكينة الله ياخذ فيه الحق. نعم عنده الزوجة ديالو وعنده طفلة صغيرة عندها 7 أشهر. خديجة شوف تيفي تاع الشعب كتمشي فين ما كنت، وتحية ليها شكرا لك خديجة. سعيد إدريسي الإعدام. نعم هبة لقمان برافو. شهاب سلام. فمتابعينا الكرام ف كنطلب منكم فقط حاجة واحدة، هو أنكم تحافظوا على وليداتكم. حاولوا صراحة إلى ولدك داخل ما 8 الصباح سير معاه المدرسة، سير وصليه ورجع. إلى بنيتك داخل ما 8 الصباح سير وصلها ورجع ما فيها بأس، الأم غي جالسة في الدار قليل اللي خدامين، سير معاه المدرسة وصليه ورجع باش تبقى مرتاح. وحاول مع ذلك مع 12 ترجع ليه. فصراحة كاين اللي معذب على وليداتو، كاين اللي كيتمنى الأمنية ديالو كاملة وأنه شو وليداتو واصلين لواحد المستوى، كاين اللي عنده غير ديك الولية وديك البنية، عنده غير ديك الوليد وديك البنية، هي اللي كيكساب هي اللي عنده. فصراحة كنتمناو من الكل أنهم يحاولوا ويحاولوا يحافظوا على وليداتهم صراحة، فهادشي بزاف وصعيب بزاف. فبنية فصراحة الوحوش الادميه في بلادنا كثروا فوجب المحاربه ديالهم، فاحنا كنطالبوا من هذا المنبر باعدام كل المغتصبين باعدام كل القتله. انا لو كان لقيت هذيك اختو الكبيره اللي تقتل المجرم باش ترتاح. نعم صحيح
مالك شي حل القرقوبي؟ هذا مريض ربي يستر مرتو ما قتلهاش، كتقرا غير سميت البنت. ما فهمتش خويا محسن حفيظ، تحيه ليك. علي خويا سلام. مهند، واش تشد المجرم؟ نعم، فتم الاعتقال ديالو بعد 3 ايام وتمت اعاده تمثيل الجريمه، ورام كيفاش تم القتل ديالها، كيفاش قتلها، وشنو بغى يدير لها في الاول. خويا عبد الحق، التعذيب والاعدام. نعم خويا عبد الحق، تحيه لك، احلى فنان خويا عبد الحق الجوكر، تحيه لك. محمد، السلام عليكم، تحياتي، تحيه لك. كلشي ديال الله، ما لقيت ما نقول، الله ياخذ فيه الحق. نعم خديجه، ديال الذنب يستاهل العقوبه. نعم شوف تي في قناه الفقراء، مرحبا. سلام، شنو وقع خويا؟ واحد بنيه تم القتل ديالها بواحد الطريقه وحشيه، اسبوع دابا عندها 14 سنه، كانت محاوله اغتصاب ديالها، فاذا بها ميدان على الشرف ديالها وكتغوت، فاذا بالمجرم هز الموز ديالو وضرب جوج ديال الطعنات على مستوى القلب ديالها. تحيه لبارك الملكي سعاد، مكرهتش تعدم في ساحة حسان. نعم، واش ممكن؟ اذا متابعينا الكرام، نظرا لضيق الوقت، فصراحة متابعينا الكرام، فهذا موضوع كبير وبزاف، وان شاء الله غنناقشوا مرة أخرى. دابا وصلنا للوقت باش نقدروا نختموا هذا البث المباشر، وكنقول لكم إذا متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.